هناك كاتب كتب كتاب بعنوان خطاب القاهرة، وهو فتى صغير، وهذا هو مستشار أوباما، وهذا عبث، وهناك أيضا جون كيري، وهو واحد من أشد المناصرين لاتفاق إيران النووي، وهو يعتقد أن الشعب الإيراني مثقف جدا، فهؤلاء الأشخاص كانوا جاهلين بقساوة النظام، وحتى فكرة كون روحاني وظريف، أشخاص معتدلون، هذا كرؤية الشيطان بصورة ملاك. على أي حال، نحن نحترم الشعب الإيراني، ولكن منهجية أوباما لم تكن صحيحة، كما أن التغيرات فاجأتهم، وأيضاً طبقوا مبادئ عامة على المنطقة بأثرها، وأعتقد أنهم أخطأوا أكثر مما أصابوا، ولكني أعتقد أن الأكثر خطورة من ثورة الربيع العربي هي غياب الدولة، فالدولة هي التي أنقذت البلاد من تدهور الأوضاع بعد الربيع العربي، فباستثناء مصر وتونس والبحرين لم تنجو أي بلد من الربيع العربي، فاليمن سقطت وسوريا أيضا وليبيا، لذا مصر نجحت لأن الشعب تولى زمام الأمور ونحمد الله على ذلك، والبحرين نجت لأن السعودية أيدتها وضغطت على المد الإيراني هناك، حيث أنني أعتقد لولا تدخل السعودية لكانت البحرين في وضع أسوأ بكثير.